من وانا صغير بحب الرسم قوي، فقررت ان انا اخش اركيتكتشر كلها الوان ورسم واشكال. لا هو انا اصلا في الاول ما كنتش اعرف ان انا ديزاينر خالص، وكنت ببقى شايف ان دي كلها حاجات بديهيه جدا. يعني اول ما بخش المكان او بخش مشروع او بخش حاجه كده وببقى عارف الكلاينت وعارف الريكويرمنتس بتاعه المشروع، انا بشوف المكان خلصان. الحيطه دي حاجه مهمه جدا في الديزاين، لان هي تقريبا عباره عن الباك جراوند كله، لونها مهم جدا. بس اللون ده برضو الايفكت بتاعه بيبقى مش اللون بس، يبقى ناعم خشن، دي حاجه برضو مهمه جدا غير اللون. السلك فينش مثلا بيدي ايفكت ان الحيطه ناعمه وان فيها شيمر كده، وبيدي احساس ريتشنس معين زي ما القماشه تبقى حلوه. وممكن تختاريه مع اللون، فانا ممكن غير اللون يبقى عندي ايتم تاني بلعب بيه اللي هو الفينش، زي مين السلك فينش. فينوماستيك موثل، حيطان جميله كل يوم.